ما فيش حد النهارده اللي بيسرق يقول لك انا ما عشان العيال، انا انت شايف ظروف الدنيا. اللي مبطل صلاه ما انا مش فاضي، شغلانه صعبه عليا. اللي قاعد في المستشفى عيان من ايه؟ من الضغط، تعبت، ضغط عصبي. الناس ماشيه تايهه ليه؟ مش مفوض الامر لله. ما حدش سايبها على الله. لا، ما حدش الا من رحم الله. كله يقول لك ايه؟ فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لا تدبر لك امرا. دي مش شغلتك. فذوي التدبير هلك، فوض الامر الينا فنحن اولى بك منك. انت مالك انت ومال تدبير امورك؟ انت كنت فين لما كان بيرزقك وانت في بطن امك؟ من ذا الذي كان يلطف بك في الحشا؟ مين اللي كان هقول لك ايه؟ ده انت لو تعرف تاريخك ما تفكرش ابدا في بكره. ان ربا كفاك بالامس ما كان.